عائلة تحية لرجال أمن الوطني لولاية وهران التي تقوم بمبادرة تعقيم الشوارع. الشكر ثم كل الشكر موجه للأمن الوطني لولاية وهران التي في رأيي حلت محل بلدية وهران الغائبة عن النشاط تاعها منذ فترة زمنية كبيرة، وهذا سوف يدفعنا لنفكر في المستقبل ولنفكر في من ننتخبهم. أوجه ندائي هذا إلى السيد رئيس المجلس الشعبي لولاية وهران السيد بوخاتم ثلاث عهدات متتالية. الشكر موصول لرجال الأمن الوطني لولاية وهران الذي رافقوا الحراك في المسيرات السابقة، واليوم هم جزء من هذا الوباء في ولاية وهران يقدمون ما عليهم. وبعض الناس كنت أشاهد أنهم قالوا الشرطة عليها أن تقوم بوضع خراطيم المياه لمواجهة الفيروس. نعم، الشرطة اليوم وضعت خراطيم المياه في مواجهة الفيروس. شكرا 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 للأمن الوطني لولاية وهران، تحية من القلب. بارك الله في رجال الوطن وإن شاء الله مستقبلا أحسن، وشكرا.